الواد حسام، الواد حسام وحشني يا واد، نفسي اشوفك كده بجد واملي عينيا منك. هتيجي امتى يا واد؟ انا اهو يا حبيبتي والتذكره معايا اهي، وبكره ان شاء الله هبقى عندكم. بقالي ست سنين بحوش عشان اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا حبيبي انا مش عايزه حاجه غير ان اشوفك كويس. سلام عليكم. اه بابا. سلام عليكم. اه بابا. اه يا حبيبي عشان انت جاي بكره حسام. مش تقول لحسام ان انا كنت قال انا سلام عليكم. اه بابا. ازيك يا حبيبي حسام؟ ازاي انت جاي بكره حسام؟ اه حبيبي. يعني انت مش تقول لحبيبي انا إيه؟ سلام عليكم. اه بابا. كنت اطلب منك حاجات بسيطه تجيبها معاك وانت جاي من الصيدليه في طريقك. بس لا يا حبيبي ما تقلقش، ان شاء الله الاجازه اللي جايه اجيب لك كل اللي انت عايزه. في طريقك يا طلع ورقه واكتب بقى، مش مستاهله اكتب بس عشان من الصيدليه. حاضر يا بابا حاضر. بص يا حبيبي وانت جامد. سلام عليكم. اه بابا. عايز كرسي مساج حسام الجلد الكبير ده عشان ظهر يا حبيبي. والله العظيم بتعب قوي قوي، محتاج مساج باي شكل حبيبي. حاضر يا حبيبي. حاجه تاني حبيبي؟ حاجات بسيطه في طريقك كده وانت ماشي. انا كنت عايز ثلاث بدل اللي هم الصوف ده التقيل عشان الشتاء. حاضر ماشي. حاضر. ومحتاج بص شويه غيارات. وعايز جزمتين وحزام واربع شنط كده اللي هم الرجالي اللي هو الجلد ده. عايز اوستيك جلد في طريقك. سلام عليكم. اه حبيبي. اه حبيبي بص عايز استيك جلد للساعه الرادو، جلد اسود علشان خاطر الساعه دي مركونه هتصدي والله العظيم من ركنه. وعايز غاز ولاعه اللي هي البلاعه ام غاز عشان الولاعات العاديه. انت عارف ظهر احسن ما اقدرش اولع بالعاد. انا دلوقتي يا ابني اولع بالعاد ازاي انا دلوقتي؟ ما اقدرش حبيبي. حاضر حبيب. عشان في حاجه استنى. كفايه بقى كفايه بقى، حرام عليك الواد خلاص. انا كنت عايز نضاره شمس اللي هي بتاعت محمود عبد العزيز في الكتكات. حاضر حبيبي. حاضر. ما كانش لابس نضاره في الكتكات يا عم، كانت في رفض الهجان. بص هات بتاعت الهجان دي مش مشكله خلاص ماشي. من عينيا يا حبيبي. وبص بقى هات حاجه لعمك ابراهيم علشان خاطر بيزعل وبيقفش. اجيب له عبايه كويس. ايه؟ عبايه. تجيب ايه؟ سلام عليكم. اه حبيبي. اه يا حبيبي تجيب ايه؟ عبايه يا بابا. شوف هو بيقول عبايه ولا دي النت؟ عبايه عبايه. والله بيقول عبايه. اه عبايه. شوف يعني ابنك اللي مسافر بياخد مرتب اربع اضعاف اي شاب هنا في مصر راضي عمو ابراهيم بعبايه؟ لا يا حبيبي نقعد بلابيس. لا 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 نقعد بلابيس حبيبي مش عايزين حاجه. خلاص يا بابا خلاص. سلام عليكم. اه حبيبي. شاكرين. لا مش شاكرين. هدي نفسك بقى اهدى كده يا حاج. بص يا واد حسام هات لعمك العبايه وعصايا عاج وهات له سبحه كهرمان وصندوقين معسل فاخر. حبيبي ما يشربش معسل خلاص بطل المعسل ده تقعد فاخر. بيشرب بايب. هات له بايب فاخر حسام. خلاص خلاص. هات له معسل بايب فاخر. ان شاء الله هعدي على ساحل العاج اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه واجي. وعم سعيد كمان ما جبلوش حاجه. بقول لك بص عشان هو عيل هات له بلاي ستيشن. بقول لك هات له اكس. هات له اتنين اكس بوكس. حاضر اكس بوكس لعم سعيد. وانت بقى ماما مش عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي خلينا انا للاخ. شوف اختك الاول. تعالي يا ناهد. تعالي يا ماما. قولي اللي انت عايزاه ربنا يخليكم لبعض. الحاجات دي ما بيني وما بين حسحس. حسحس انا بعت لك فايل بي دي اف على الميل. ها شوفوا كده وهات لي كل اللي انا عايزاه ماشي. حاضر حاضر. اختك دي حسحس. وانا عايز من البي دي اف ده احسن. حاضر بابا. بي دي اف مقاسي. ها حاضر حاضر. السلام عليكم. ايه يا بابا؟ يا حبيبي. حاضر يا بابا الفايل البي دي اف اللي بعتهولي نهد. وانت بقى يا ماما مش عايزه حاجه؟ ما تقولي له. ما انت مكسوفه. ده ابنك بس مهندس قد الدنيا ومالي مركزه وتوه شويه واللي احنا دفعناه فيه عشان يسافر شويه. انت هات شويه يا لا 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 يا بابا لا 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 تكون شويه. لا 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 تقول الكلام دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لا لا. لا يا بابا لا يا بابا. قولي يا ست الحبايب قولي عايزه ايه انت وكل اللي يهموكي. انا مش عايزاك بس تبهزق فلوسك على الهدايا اللي ملهاش لازمه. هات لي العزاز على قلبك وبس. يعني بنتي سناء بنت خالتك سعاد خليك في قبل حاجه كده نونو كده حاجه بسيطه كده على مقاسه سرير مثلا. اللي دي ايه اللي سرير؟ انت تشيل الواد. ايه هتشيل الواد وزنه وحجم في الماضي. ايه ده؟ ما تضيع. بص يا حبيبي هات حاجه خفيفه يا حب. حسام. اه بابا هات حاجه خفيفه عمي ما تشيلش كتير ولا حاجه. هات خاتم الماس. شنطتك كده صغير وانت جاي برضو البنت تفرح بيه. حاضر يا بابا حاضر. بس عارف لو جبت لخالتك وبنتها خالك هيزعل قوي. لا هات له حاجه كده رمزيه. حاضر حاضر. بص هات له ساعه رمزيه او هات له ساعه رمليه وهات لي انا رمزيه دي. هات لي ساعه رمزيه. انا ما عنديش رمزيه. عندي الرادو السودا دي الوحشه اللي بتصدي. حاضر يا بابا حاضر. حاضر يا بابا اللي بتقولها كده خالص. مش عايزين منك حاجه. مش عايزين منك حاجه خالص يا حسام. مش عايزين. ولا حسام ولا حسام. ايه نسيتني انا معفن ولا ايه؟
هلا ايه هلا بنيت الدور العاشر تلاقيك عملتهم يا ابن اللعيبة، عملتهم. ماشي يا عم لعبة معاك. انت ايه اللي قعدك معاهم اصلا يا عم؟ ايه بينكم وقع؟ عيب يا واد، ما يصحش كده، ده ابن عمتك برضه. احنا قلنا اصلا احنا طالعين على السكايبي كده يعني نشم هوا كده بدل قعدته دي، اصله من بعد ما فسخ خطوبته وهو متشائم على الاخر وحالته وحشة. وانا مالي يا ماما، انا مالي؟ ما يكتب ولا يتنيل. يا جماعة أنا بقالي 6 سنين بحوش عشان أجيب لكم اللي أنتوا عايزينه، وأنتوا محدش حاسس بيا. حرام عليكم، أنا مش مهندس بترول، أنا مجرد محاسب فقير بلم القرش على القرش. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. إيه ده؟ هو بيعيط ده ولا النت دي اللي بتعمل كده؟ بيعيط يا أخويا. بيعيط كده. بيعيط يا أخويا. إحنا غلطانين في حقك يا ابني. أنت بتتعب يا ابني. بتتعب وبتجيب هدايا تصرف اللي وراك واللي قدامك عشان تبسطنا. لا يا حزان، ما تعملش كده يا حبيبي، تعالى بس. ما تجيبش اي حاجه، احنا عشمنا ولا ايه؟ عشمنا بزياده، عشمنا يا حاجه، عشمنا فيه، عشمنا. لا يا حزان تعالى، تعالى حبيبي اقعد وسطينا. سلام عليكم. اه ابو حبيبي تعالى اقعد في حضني يا ابني. اه يا ابويا وحشني حضنك قوي يا ابا. وحشتوني كلكم يا جماعه، وحشتوني كلكم. ما تجيبش حاجه يا ابني، ما تجيبش حاجة. أهم حاجة زي ما قلت لك قعدتك وسطينا. آه. علشان تقعد وسطينا بقى. إن شاء الله لما تيجي كده وأنت مش جايب هدايا خالص، تيجي هنا تشتري لنا 20 فدان اللي جنب أرض عمك إبراهيم. ونبني فيلا صغيرة كده 500-600 متر أقعد فيها في الضهر أحسن، ضهري بتعبنا، محتاج أي فيلا عشان. أي فيلا يا حبيبي والنبي، الله يخليك يا حبيبي. وبقول لك كرسي المساج مش مهم، خليه السفرية اللي جاية. ده كده لوج اوت ولا دي الباقة؟ متهيألي كده الباقة. سلام عليكم. الباقة؟ اه لا، يبقى لما يجي حسام